فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: دخل رجل إلى بيتي لأجل السرقة فقبضت عليه، ثم أتاني والداه وطلبوا مني أن أعفو عنه فعفوت عنه، هل أنا آثم بهذا العفو؟ لا، ما أنت آثم بهذا العفو. إذا أنه تراجع عن اعتدائه وعن عدوانه واعترف بخطئه ولزم التوبة، فأنت محسن في هذا، تساعده على التوبة والاستصلاح. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.